أهلا بكم مشاهدينا. نتناول في قصتنا الصحفية لهذا المساء خبر من صحيفة الوطن بعنوان 25% من أطفال المملكة مصابون بالربو. تزداد معاناة بعض الأشخاص لا سيما مرضى الربو مع حلول الشتاء، عدا عن الإصابة بالزكام والرشح والإنفلونزا ومختلف أمراض البرد. وحذرت استشارية في الأمراض الصدرية والأطفال من خطورة الأجواء الباردة على مصابي مرضى الربو خاصة الأطفال، داعية إلى أخذ الأدوية الموسعة للشعب الهوائية عند الخروج من المنزل أو السفر لتلافي حدوث أي مضاعفات للربو. وقالت استشارية الأمراض الصدرية والأطفال في مدينة الملك فهد الطبية الدكتورة وضحى العتيبي إن 25% من الأطفال مصابين بالربو في المملكة، مبينة أن نسبة مرضى الربو في ازدياد كبير خلال السنوات الأخيرة، وتختلف من منطقة إلى أخرى في المملكة. وتتراوح أعراض الربو بين الخفيفة والحادة، وتختلف من شخص إلى آخر، وتتمثل في صعوبة التنفس وانقباض الصدر ومعاناة الزفير. وقد تظهر أعراض خفيفة مثل الصفير والخشخشة أثناء التنفس، وأيضا قد تحدث نوبات ربو بين الحين والآخر. أما بين نوبات فقد يكون المريض في حالة جيدة ولا يواجه أي مصاعب تنفسية بشكل دائم أثناء التنفس. وهنالك إمكانية ثالثة، هي ظهور أعراض الربو في ساعات الليل بشكل أساسي، أو فقط عند بذل جهد جسماني، والموجة الباردة قادرة على تحفيز معدل نوبة الربو عند بعض المرضى. ومن أسباب الإصابة بمرض الربو التدخين والحساسية ضد بعض الأشياء مثل المواد الكيميائية وريش الطيور وفرو الحيوانات وحبوب الطلع والغبار وبعض الأطعمة أو السوائل أو المواد الحافظة، وأيضا الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي، كما أن بعض الأدوية تؤدي للإصابة بالربو مثل الأسبرين ومضادات بيتا ومضادات الالتهابات غير الستيرويدية، بالإضافة إلى الانفعالات التنفسية والتمارين الرياضية الشديدة. وختاما التغيرات الهرمونية في بعض النساء ومرض الارتجاع المريئي. ختاما نصحت الدكتورة وضحى العتيبي مرضى الربو بضرورة تجنب النار والأبخرة والعطور المركزة، مع تجنب إدخال وسائل التدفئة التي تعمل بنظام البوتاغاز لغرف النوم خلال فصل الشتاء. نتمنى من مشاهدينا خاصة مرضى الربو تجنب الأبخرة وبعض وسائل التدفئة خاصة في هذه الأجواء الباردة. تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية.